على كشري اسكندراني روعة، مفلفل مش معجن، حاجة كده روعة 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 روعة. أحلى كشري اسكندراني، حاجة كده عسل عسل. أحلى كشري اسكندراني، رزاية برزتها زي أبو جبة، روعة روعة روعة. على القناة على القناة، أحلى كشري اسكندراني روعة، حتى العدساية بحبيتها، اللهم بارك، روعة. هنحط له بقى يا سيدي يا سيدي معلقة سمنة بلدي بقى كده، يا سلام يا سلام، روعة 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 روعة. أحلى شوية كشري اسكندراني جنب شوية قطة مخللة كده، يا سلام يا سلام، أحلى كشري اسكندراني روعة بجد، طعمه عسل عسل عسل، ولا أحلى ولا أروع. ومعلقة بقى سمنة، يا سلام يا سلام، بلدي بقى، ايه اوعي بقى، روعة. نحطها هنا كده، وبقى جنب بيت بقى مدحرج كده محمر في السمنة بقى بعد ما يستلق، حاجة روعة 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 بجد. يعني لو فاتوا الفيديو ده هيندم من جماله وحلاوته. احلى شوية كشري اسكندراني، العدساية مش مهرية، اللهم بارك، بص اللهم بارك، والسمنة البلدي دي بقى فوق الوش بقى، الحتة دي بقى الإضافة، لكن هو مش محتاج بصراحة، مش محتاج حاجة، بس بجد عسل روعة. نغرفه بقى ونشوفه مع بعض. أحلى شوية كشري اسكندراني، كله مفلفل أهو لآخر حباية، دي بقى كده هتسيح هتسيح كده على كله، بصراحة خطير. أو العدس الأصفر أهو، الحباية بحبتها زي بالجبة بالظبط، ولا مهري ولا الكلام ده، عندنا لأ، حاجة كده روعة، واو بجد تحفة. وادي الصلصة بتاعته اهي على البوتاجاز، اللهم بارك، روعة روعة روعة. للمكرونة وللعدس بجبة ده الأصفر اللي هو الكشري اسكندراني، وانا برضو سلقة مكرونة، حبيت تحطيها عليها براحتك، حبيت تاكلي المكرونة كده برضو براحتك، بجد روعة، ولا أحلى ولا أروع، روعة. اغطيه بقى عشان السمنة تسيح عليه كله، بجد عسل عسل عسل، احلى من ابو جبة، يعني احلى من العدس ابو جبة الكشري المصري برضو 100 مرة، يعني هتدوقي ده هتقولي مش هعمل الا ده من جماله، بجد روعة. وادي العدس اهي بحبايتها بحبايتها، اللهم بارك، احلى كشري اسكندراني روعة. أحلى كشري اسكندراني، أحلى كشري اسكندراني روعة، مفلفل حباية بحباية حباية بحبايتها روعة. هنعمل بقى البيض اللي اتحرق في السمنة أهو، حاجة كده روعة روعة. معلقة زيت، تعالى معلقة سمنة بالشكل ده، ولا أحلى ولا أروع. وهنبحرق بقى البيض اهو بالشكل ده، يسخن اهو، مفلفل ازاي، روعة روعة روعة. الحباية بحبايتها، العدسة اهي، اللهم بارك، ما شاء الله، روعة. والبيض المحمر اهو، ما شاء الله عليه،
شوية كوشن بالشكل ده، ولا أحلى ولا أروع ما شاء الله. مع أحلى طبق كوشن وهو خلص بالشكل ده البيض، ولا أحلى ولا ما شاء الله. وهو خلص بالشكل ده ولا أحلى ولا أروع، بجد روعة روعة، أحلى كشري. اللهم بارك أهو، أحلى كشري اسكندراني بجد روعة. عايز تحطي له شطة، عايز تحطي له بقى مكرونة جنبه، ولا أحلى ولا أروع، أحلى طبق كشري اسكندراني. وادي شوية سلطة بالتومة كده، الله أكبر عليها، بالتومة والخل كده، روعة روعة روعة، حاجة كده بسم الله ما شاء الله، ولا أحلى ولا أروع. وشوية البيض بقى بالفلفل الأسمر والملح والسمنة البلدي، تحفة بجد، تحفة تحفة، ووجبة بروتينية مميزة كده وجميلة جدا وخطيرة اهو، حلو جدا جدا. والحباية بحبايتها، الرز مع العدس، مفيش حاجة معجنة خالص اهو، بسم الله ما شاء الله، ولا احلى ولا اروع. احلى شوية سلطة بالكمون والتومة والخل والفلفل، روعة روعة. لزوم الكشري الاسكندراني، روعة روعة روعة، والتقلية مية مية، والمكرونة مستوية وكل حاجة. لو عايزة تحطي، عايزة تاكليه بيتاكل كده، تاكليه روعة بجد تحفة، أحلى بروتين.